حالة الجدل الكبيرة التي يتسبب فيها موقع تويتر ما زالت مستمرة، لكن هذه المرة ليست بقرارات من المالك الجديد إيلون ماسك، ولكن لتعرض الموقع الشهير لعملية قرصنة غير مسبوقة. وفي ضربة قوية لوسائل الأمان والخصوصية بموقع تويتر، نجحت مجموعة من قراصنة الإنترنت في سرقة عناوين البريد الإلكتروني لأكثر من 200 مليون مستخدم على تويتر، ونشرتها على منتدى للقرصنة عبر الإنترنت. وتزايدت التوقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الاختراقات بعد هذا الاختراق الكبير، حيث يرى الخبراء أن الموقع أصبح مستهدفاً لعمليات القرصنة والتصيد المستهدفة وسرقة معلومات حساسة. إدارة تويتر من جانبها لم تصدر تعليقاً رسمياً بشأن الواقعة التي تشير إلى وجود خلل أمني بالموقع، ولم يتضح الإجراء الذي ستتخذه للتحقيق في المشكلة أو معالجتها. لا أدلة على هوية أو موقع المتسلل أو المتسللين وراء الاختراق، وربما حدث ذلك في وقت مبكر منذ عام 2021، أي قبل أن يتولى إيلون ماسك ملكية الشركة العام الماضي.